يمكن كلنا شفنا في الفقرة التحديات اللي بتواجه قطاع الزراعة في مصر، وبنشوف ان التحديات دي مش بس جوه مصر، هي اصلا بره مصر. التحديات مرتبطة ايه؟ مرتبطة بظهور اثار التغيرات المناخية، مرتبطة بالشح المائي، مرتبطة بندرة مصادر المياه. الفلاح هنا في ارضنا ما بقاش عارف الصيف صيف ولا الشتاء شتاء. شفنا الفلاحين نفسهم بيقولوا ان احنا بنزرع الزرعة بيجي شتاء قاسي جدا او بيجي صيف حار جدا، فبيضطروا للصوب، بيضطروا لأشياء كتير جدا. خلينا نتعرف ايه هي التحديات اللي بتواجه قطاع الزراعة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية. عندنا مشكلة في مصر ولا ما عندناش مشكلة؟ دكتور محمد عبد ربه مدير المعمل المركزي للمناخ في وزارة الزراعة، منورنا النهارده في صباح الخير. اهلا بحضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك. هل الفلاح المصري بيواجه بالفعل تحديات متعلقة بالتغيرات المناخية؟ شفنا شهادات حية من ناس كتير عملها زميلنا محمد شاذلي. قول لنا حضرتك ايه هي ابرز هذه التحديات، واحنا في مصر بنتغلب عليها ازاي، وهل عندنا خطه مستقبليه لده ولا لا؟ التحديات المتعلقه بالتغيرات المناخيه بتتلخص في ثلاث محاور رئيسيه. المحور الرئيسي الاولاني هو توفر الميه. لو عندنا ميه متوفره فالمشكله دي بتقل كتير، لان احنا الحمد لله القطاع الزراعي عندنا قطاع قوي، ونقدر نزرع ونقدر نستغل الميه دي، ونقدر نعمل اكتفاء ذاتي وامن غذائي عالي للشعب. التحدي الثاني اللي موجود هو ارتفاع منسوب سطح البحر، اللي احنا بنقولها الاسكندريه تغرق. الكلام ده احنا بالنسبه لنا كزراعيين بنخاف من ارتفاع منسوب سطح البحر، لان المياه الجوفيه بتتخلخل تحت في الاراضي وبتؤدي لتملح منطقه الجدول. ثالث تحدي اللي هو اللي حضرتك اتفضلت واتكلمت عنه، اللي هو التقلبات الجويه. التقلبات الجويه الزرع ما بيقدرش يحمي نفسه، هو بيبقى متعرض دايما للظروف المناخيه طول الوقت. فلما بيجي الشتاء زي ما حضرتك تفضلت برضه وقلت بيجي الشتاء قاسي جدا، فالزرع بيعاني خلال فتره الشتاء وما بيديش الانتاجيه اللي احنا عايزينها، او الفلاح بيطلبها او مستنيها. وبرضه خلال الصيف لما بتيجي موجات حريه قاسيه او جامحه او شديده بتاثر على الزرع، وده كله بينعكس على سعر المنتج والدخل اللي هيرجع للمزارع. طيب لو هنمسكهم حاجه حاجه، حضرتك اتكلمت عن المياه ووفرتها، اتكلمت عن ارتفاع منسوب البحار، اتكلمت عن التغيرات المناخيه وتغيرات في الطقس. سيناريوهات التاثير المتوقعه على المحاصيل الزراعيه وعلى الزراعه بشكل عام مع كل بند من دول. بالنسبه لتوفر الميه، احنا الاول لازم نفهم احنا وضعنا المائي ايه كشعب مصري. احنا المتوفر عندنا او المصدر المائي الرئيسي اللي هو نهر النيل، المنسوب بتاعه او الكميه اللي موجوده المتاحه لقطاع مصر كلها 55.5 مليار متر مكعب ميه. لما تقسمه على 120 مليون هيطلع اقل من 500 متر مكعب في السنه. الحد الفقر المائي هو 1000 متر مكعب في السنه. يعني احنا دلوقتي 50% من حد الفقر المائي. عشان كده حضرتك لما اتكلمت في المقدمه وقلت شح المياه، كان حضرتك على صواب في هذا التعريف، ان احنا فعلا دخلنا في مرحله الشح المائي، لان احنا ابتدينا ننزل تحت ال 500 متر مكعب للفرد في السنه، وده معناه ان احنا عندنا شح مائي. بس في استراتيجيه كويسه برضو من الدوله ما اقدرش انكرها في قصه تكرير المياه وتحليتها واستخدامها باكثر من شكل، وخصوصا في مجال زراعه افدنه كتير جدا في الصحراء. يعني اعتقد ان احنا كمصر عندنا تجربه في دي. انا متفق معاك في اللي انت بتقوله، لكن احنا عندنا معالجات زي ما بيقولوا. احنا في الاستاذه سالتني قالت لي ايه هي التحديات والسيناريوهات بتاعتها اللي موجوده. فانا بشرح اول تحدي اللي هي اتكلمت عنه اللي هو توفر الميه، فبقول الوضع المائي بتاعنا شكله ازاي عشان كل واحد يبقى متخيل الوضع عامل ازاي. لان يعني في ناس كتير متخيله ان احنا عندنا نهر النيل، فاحنا عندنا كميه ميه مش عارفين نوديها فين. احنا عندنا مرتاحين؟ لا، احنا كميه الميه اللي جايه من نهر النيل هو ال 55 مليار متر مكعب ميه، مش كلهم بيروحوا الزراعه، الزراعه بتاخد من 80 ل 85%. في تحدي تاني بيواجهنا في نفس الوقت اللي هو زياده السكان. زياده السكان كل ما فرد بيزيد الدوميستيك بتاعه او الاستخدام المنزلي مقدم على الزراعه. يعني لازم الاول اوفر له ميه يستحمى ويغسل هدومه ويعمل الحاجات اليوميه الاول، وبعد كده ابتدي ازرع له القمح والشعير والعيش وكل حاجه والفول وكده. فالحكايه دي بتضغط برضه على قطاع الزراعه، لان بتستنزف جزء من الموارد المائيه للمنازل، وفي نفس الوقت بتقلل كميه الميه اللي اصلا كانت المفروض تتوفر للزراعه. طيب دكتور محمد، هو في علاقه ما بين التغيرات المناخيه وما بين شح المياه او ندره المياه؟
في علاقه. احنا تعاوننا مع وزاره الموارد المائيه في اكتر من برنامج، من ضمنهم برنامج بنسميه اداره المخاطر التغيرات المناخيه، وعملنا سيناريوهات كتير. معظم السيناريوهات كانت بتقول ان في يعني معظم السيناريوهات بتقول ان في زياده من 10 ل 15% عن كميه الميه اللي هتيجي لمصر، وفي بعض السيناريوهات نزلت الكلام ده 10 15%. بس الحمد لله ان السيناريوهات اللي هي فيها الزياده دي هي اكتر وتوقعاتها اعلى. لكن ممكن يحصل تذبذب من وقت للتاني في كميه الميه اللي جالنا من نهر النيل. ايه هي الحلول الذكيه لمعالجه هذه الازمه؟ يعني انا شفت تجربه الصواب هي ربما رقم واحد، اكيد في رقم اثنين ورقم ثلاثه ورقم اربعه. عملنا ايه في مصر علشان نتغلب مستقبلا على هذا الامر؟ من ضمن الحلول اللي اتعملت، ودي حلول ذكيه زي ما حضرتك قلت، شبكه الطرق اللي اتعملت في مصر اللي مكنتنا ان احنا نطلع بره الوادي الضيق ونبتدي نستفاد من الموارد المائيه اللي موجوده في باطن الارض. دي لوجيستكس يعني، انا بتكلم في قطاع الزراعه. انا بتكلم، ما ده لينا انعكاس عليا. ايوه، ما احنا كلنا يعني الطرق دي بتفتح لنا مجال كزراعه ان انا ابتدي اتوسع. مش هقدر اتوسع واطلع بره نهر النيل الا من خلال شبكه طرق جيده. صحيح. زي طريق الضبعه فتح ما شاء الله مساحه كبيره جدا تم استصلاحها من خلال الطريق الاول. لازم اللوجيستيك تبقى موجوده. صحيح. عشان الزراعه تشتغل. الزراعه مش هتشتغل قبل اللوجيستيك ابدا. اتفقنا. فاللوجيستيك الاول يجي، وبعد كده احنا نبتدي كزراعيين نروح نشوف المنطقه دي الميه الجوفيه اللي فيها شكلها ازاي، نقدر نستفيد منها ولا لا، السستينابيلتي بتاعتها الاستدامه بتاعتها هتبقى قد ايه، وبالتالي نبتدي بنزود رعى زراعيه جديده تقدر تخش جوه المجال الزراعي. بالنسبه لحكايه الميه واداره الميه، ففي وزاره الزراعه والحكومه كلها عامله نشاط كبير جدا، من ضمنه تطوير الري الحقلي وتحويل المزارع، خصوصا مزارع البساتين اللي موجوده في الوادي والدلتا، من ري غمق الى ري حديث مطور بالتنقيط. وده اصبح الزامي لمعظم الزراعات اللي هي بساتين الفاكهه اللي موجوده في الوادي والدلتا. على ذكر الزراعات يا دكتور، هو في محاصيل ما بتتضرر اكثر من محاصيل بسبب مساله التغيرات المناخيه وشح المياه وهكذا؟ في محاصيل بتتضرر اكتر يعني حسب المنطقه. يعني مثلا اكتر محاصيل حساسه للتغيرات المناخيه بتكون المحاصيل الاستوائيه. لان المحاصيل الاستوائيه اللي اساسها استوائي ده محصول متعود، او المناخ الاستوائي فيه ميه طول السنه حواليه، زي المانجا مثلا. في رطوبه عاليه حواليه، درجه الحراره معتدله، ولا بتبقى عاليه او قاسيه ولا بتبقى بارده ابدا. فبالتالي طول الوقت النبات في ظروف مناخيه تعتبر ظروف مناخيه جيده، ولا بيتعرض لاجهاد حراري ولا بيتعرض لاجهاد صقيع. فبالتالي النبات ده يعتبر نبات مجفف، لما بتيجي الظروف بتتغير معاه ما بيقدرش ان هو يتواكب مع التغيرات المناخيه الشديده، فبيخسر محصول كتير جدا. نقدر نوعي ازاي وعي الفلاحين؟ نقول لهم ايه؟ ننصحهم بايه يا جماعه؟ احنا عندنا مشكله لازم يعني نلاقي لها حلول. احنا في تواصل دائم ما بيننا وما بين المزارعين من خلال عده قنوات، من ضمنها مثلا الارشاد الزراعي. الارشاد الزراعي طبعا. الارشاد الزراعي من ضمنها اللي هو وحده الاعلام اللي موجوده في وزاره الزراعه، القناه الزراعيه برضه بنتواصل معاها. بنحاول ان احنا نتواصل بالطرق الجديده اللي هي عن طريق كارت الفلاح الذكي، عن طريق الاس ام اس مثلا. بنبعت رسائل من خلال عده مشاريع. ابتدينا نتواصل مع المزارعين من خلال الفيسبوك لانهم ابتدوا يعرفونا، فيبتدوا نعمل لهم صفحات. تقول لهم ايه؟ فبنقول لهم بقى انت هتعمل ايه النهارده، هتعمل ايه بكره، هتعمل ايه، خد بالك، لان عندنا حاجه اسمها التنبؤ بالاقساط. صحيح. عندنا حاجه اسمها ايه؟ التنبؤ بالاقساط. فانا عارف الاسبوع الجاي ايه التحدي اللي مواجهه بالنسبه للمناخ. فلو التحدي درجه الحراره مرتفعه، فبنقول له خد بالك، قوم بعمليه الري عشان النبات اللي عندك لو انت ما جويتش قبل الموجه دي مش هتعرف تجويه اثناء الموجه، فممكن النبات بتاعك ما يقدرش يقاوم الحر الشديد. انت كمان من البدايه بتقول له يعني يزرع محاصيل ايه، طرق الري،